مع دخول أزمة رئاسة البرلمان العراقي المتواصلة منذ نحو 6 أشهر وقرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 من يوليو المقبل، نقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين عراقيين بأن الأزمة سيتم ترحيلها إلى مطلع يوليو المقبل تزامنا مع بدء عطلة البرلمان التي ستمتد لشهر كامل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية السنية حول مرشح لشغل المنصب.